نعى وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني الذي وفته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عاما. قال إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة، ليرحل تاركا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية، وذلك من خلال أعماله المتميزة التي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود. إنا لله وإنا إليه راجعون.